بيعاني بعض الأهل من سلوك أبنائهم السلبي يلي ما بيقدروا يتعاونوا معه أبداً، ودائماً طباعه لهذا الطفل حدة وعم تسبب له كثير من المشاكل، وهذا الشيء يلي ممكن يخلي الأهل وأصدقائه وحتى معلمينه بالمدرسة يعانوا من التعامل معه. صحيح، كثير بيعانوا الأطفال والأهل من هذا الموضوع. طبعاً هذا السلوك أطلق عليه المختصين اسم اضطراب المتحدي المعارض، لهيك اليوم خصصنا بفقرتنا لحتى نحكي أكثر عن اضطراب المتحدي المعارض، ورح نتخصص أكثر بأسباب والعلامات اللي بتظهر على الطفل وبتشير لإصابته بهالاضطراب. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو بثينة العمادي المتخصصة بمعالجة مشاكل الأطفال السلوكية والنفسية. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. خلينا بالبداية نخبر مشاهدينا شو بنقصد باضطراب التحدي المعارض يلي ممكن نواجهه عند الأطفال أو ممكن نشوفه. هلا هو اضطراب سلوكي فيه الكثير من الانفعالية، بيتسم بثمان أعراض أساسية. يفترض يكون الطفل استمر بأربع أعراض على الأقل لمدة 6 أشهر حتى يأخذ التشخيص. يعني مو أي طفل بيجي عنده عناد، مجادلة. يعني يوم أما تسمع هذا الاضطراب تقول أنا ابني هيك، لازم تكون متأكدة. هلا لحتى أقول لك الحقيقة، نحن بده يكون قطع 6 أشهر يقرروا يجوا لعنا، فهذا المعيار غالبا نحن نكون قطعنا. بس نحن لازم نتأكد أنه هو له 6 أشهر، عنده 4 أعراض مما يلي. أهم شيء المجادلة، ما بدي، ليش أنا، مو جاي عبالي، أنت عمليون، ليش هو عمل هيك وأنا ما عملت هيك. نوبات الغضب والبكاء والانفعال على أتفه الأسباب. بيكون كتير عنده استثارة انفعالية وامتعاض، ودائماً مو عاجبه شيء. منلاحظ عليه رغبة بالإغاظة، ويعني يعمل الشغلات بس لحتى يجاكرك، يضايقك، يعني إغاظة وإزعاج مقصود. ليش لعبت فيهم؟ أنا ما قلت لك لا تستخدم أغراضي. هي بتصير بين الإخوات لما بيكون في أخ كبير وأخ صغير، أصلاً هيك لعبت فيهم. بالإضافة لأنه بيكون في رغبة ملحة، ودائماً ما في استجابة لا للتعليمات ولا للطلبات ولا حتى الانصياع للقواعد العامة، سواء كانت الاجتماعية أو الأسرية بالبيت. ملاحظ أحياناً ملامح حقد ورغبة بالانتقام. مثل ما قلت لك، لازم يكون في عنا 4 من هدول المعايير لمدة 6 شهور لحتى يأخذ هذا التشخيص. يطلق عليه ممكن اسم. يكون عنا سمات الاضطراب، بس إذا ما حققنا معيار يعني تكرار الأعراض على 6 شهور وموضوع 4 أعراض ما بياخذ تشخيص، بنشتغل على الأعراض السلوكية كل منها على حدة. احنا بنحكي هلا عن أعراض التشخيص، بس أنا بيهمني أعرف كمان الأسباب اللي بتوصل الطفل لهذا الاضطراب. شو الأسباب اللي هي المباشرة والغير مباشرة؟ هلا احنا لما بنحكي عن الاضطرابات النفسية والسلوكية بشكل عام والنمائية، في عنا دائما نسبة بيولوجية جينية وفي عنا نسبة بيئية. 60% بتكون عامل بيولوجي، وال40 الباقية هي البيئة، كيف بتشجع ظهور الاضطراب أو بتخليه كامن. غالباً بهدول الحالات بيكون في عنا أساليب تربية مغلوطة. ونحن لما بنحكي عن أساليب التربية المغلوطة، ما بس عم نحكي على أنه شدة، تعنيف، حزم إلى آخره، نحن كمان عم نحكي عن الدلالة الزائد والحماية المفرطة. وبأغلب الحالات اللي شفتهم بصراحة بالفترة اللي اشتغلت فيها، كان الطفل المدلل دلال مبالغ فيه، عنده هاي السمات. حدث جديد دخل على حياته، مثل بيبي جديد. كثير بيجيني حالات كان طفل ما عنده ولا مشكلة، إجانا بيبي ظهر هذا الاضطراب. أي شدة بالأسرة أو بالمدرسة، رفقات مالهم لطيفين، مس مالها متقبلة، خلافات بين الأب والأم، ما في استقرار أسري، حدث جديد بالعائلة، ممكن يظهر هذا الشيء. بس أنا اللي لاحظتهم كثير أنه أساليب التربية لما بتكون غير متوازنة وفيها تذبذب، الطفل عم يكون متمرد وعم تظهر عنا ملامح الاضطراب. تماماً، يعني فينا نعتبر كل اللي ذكرتي هي عوامل ممكن تكون مسببة لظهور اضطراب التحدي المعارض. طيب، رح ننتقل لنقطة كتير مهمة. في عمر معين أنا كأم لازم لاحظ أو هذا الاضطراب لازم يظهر عند الطفل بعمر معين، ممكن يكمل وممكن ما يكمل في حال أنا لجأت للاختصاصي ونهينا هون هذا الاضطراب؟ هلأ نحن دائماً لحتى نشخص ويكون تشخيص صح، يفترض يكون بعمر الدخول إلى المدرسة، لأنه خلصنا من التطور النمائي يلي فيه مراحل إلى علاقة بالعناد، بإثبات الذات، بتمركز حول الأنا.
وغالبا اذا كنا عم نتعامل مع الطفل بهدول المراحل النمائيه الطبيعيه بسويه جيده راح يكون في عنا وقايه لظهور الاضطراب، اما اذا كان في تعامل ما نو صح وفيه كسر للأنا عند الطفل او فيه كثير مبالغه باعطاء الطفل رغباته حتظهر عنا الاعراض بالغالب. غالب الاضطرابات لحتى نشخصها صح يفترض يكون دخل لست سنوات عمر المدرسه. هذا الشيء بياثر على حياه الطفل او لا؟ اكيد، برغم بانه ما عنده مشكله بالذكاء، يعني نحن اذا بنروح بنعمل اختبار ذكاء حيطلع طفل ذكي، وبالعكس انا بلاحظ انه الاطفال اللي عندهم تمرد سلوكي بالغالب اذكياء، بيعرفوا يمسكوك من ايدك اللي بتوجعك يعني، بس بنلاحظ انه عنده تاخر بالدراسه، علامات متدنيه، مشاكل بالتفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيه، مشاكل بالبيت، يعني حيكون في عندنا مشاكل اكاديميه ومشاكل اجتماعيه. طيب رح ننتقل لنقطه ممكن خطأ كبير وعظيم ممكن يقوموا فيه الأهل، وهو التعامل مع سلوكيات هذا الطفل يلي بيعاني من هذا الاضطراب يلي هن ما قدروا يكتشفوا أنه أنا طفلي عنده هذا الاضطراب. شو الأخطاء يلي ممكن يقوموا فيها لحتى خلينا نقول تشعب هي المشكلة وتزيدها أكثر ما هي تخفف أو تحد منها أو نتركها عند حد معين لنلاقي اختصاص يساعدنا؟ هلأ بالبداية أكثر شيء بيصير أنه بيصيروا رافضين لها الطفل، وبالعربي الفصيح بدهم يكسروا له رأسه. فهو أنت بتزيدي شدة الإصرار هو بيزيد شدة الاضطراب. في حلقة كلياتنا بنعرفها تبع مين فتح الأندلس بعرف وما بدي إلا تمام. يعني أنا دائماً بطرح هذا المثال لأنه هو حالة ODD شديدة، لأنه إذا لاحظتي بأكثر من موضع هو شدات، هو ثلاث شدات، إذا كان بسيط فهو بيكون بمكان واحد حسب المثير، إذا كان متوسط حيكون بمكانين، وإذا كان شديد بأكثر من موضع. فإذا بتلاحظي بياكل قتلة وبيتعنف وبينهام بالمدرسة بيرجع عند أبوه ما رح يقول، فأنت بتزيدي هو بيزيد. فبدك تنتبهي إنه أنت ما تعززي باستجابتك للسلوك السلوكي اللي عم يعمله، يعني هو لما بيشوفك انفعلتي وقدر ياخذ منك اللي بده، لانه انت لاحظي انه يستثير غضبك من الاعراض. الاغاظه هي هدف بحد ذاته، يعني انه هو يحس انه يعني انا اتركه، انا كأم اتركه برافو عم يعاندني، ممكن عم يشتم، ممكن عم يعمل اي تصرف لحتى يثيرني وانا اغضب، اتركه يعمل بده اياه. هلا انت بدك تتجاهلي السلوك لما بيكون مباشر. التربيه الحديثه هيك؟ لا ما أنا تربيه حديثه ابدا، هي ما اصلا تربيه محديثه وقديمه. الفكره انه انت تتجاهلي بطريقه الانفعال الشديد المبالغ فيه، توجهي بطريقه حازمه وجديه انه هذا الشيء اللي عم تعمله مرفوض وله عواقب. لما بتكوني عامله قواعد للبيت والطفل بيعرف عواقب نتيجة حرمانيه، خلينا نقول ممكن من ممكن الاشياء اللي بيحبها او تزعلي منه ما بقدر احكي بس معه انا ما بفضل بالبدايه، لانه هو اصلا طفل عنده ارتباك عاطفي وعنده مشكلة بتقدير الذات وصورة الذات وإدارة الذات ومشكلة بإدارة المشاعر. فأنت مثل اللي طفل عنده يعني ضعف بشيء معين وجاي عم تحاربي بهذا الضعف، فأنت بدك توجهي بأنه أنت مزعوج، فيك تحكي وتوضح لي شو بدك بدل ما تصرخ. في كتير تفاصيل، نحن 65% من العلاج بيعتمد على الأهل، يعني هيك الدراسات اثبتت، لانه انت البيئه الاساسيه اللي يا بتحفزي فيها السلوك يا بتخليه ينضبط. ونشتغل على الطفل كثير من المهارات تحت مدرسه العلاج السلوكي المعرفي، اللي انت بتغيري معرفيا صوره هذا السلوك، لانه في كثير اطفال بيعتبروا هدول السلوكيات بتعطيهم نوع من الاستحقاق وانه هو الطفل البطل يلي كل اولاد الصف جعبالهم يكونوا مثله، الانسه ما بتقدر له، امه بتعطيه اللي بده اياه مشان تخلص من الزن وكل هذا. بتشتغلي على صورة السلوك، بتشتغلي على صورة الذات وعلى تقدير الذات عنده لأنه ممكن يكون في خلل، بتشتغلي على إدارة المشاعر إلى حد ما الطفل بيستجيب إذا كان في تعاون من الأهل والمدرسة. والاختصاص المدرسة دائما بأكد معكم على دور المدرسة، لأنه أكيد المس بكثير حالات تكون رافضة الطفل، فالطفل بيدنى أكثر عنده شعوره وبالأنا وقيمة الذات عنده، فبيصير إنه أنا هيك مالي راضيكي استني علي شو رح اعمل فيه. نتمنى كتير تكون كمان هي المختصه او الموجهه معنا لقيمه، تكون لطيفه وقريبه للقلب وهيك تساعد الطفل، تكون قريبه منه وتعمله رفيقه، يعني احسن ما انها تكون بس تقبل كثير موجهه ومختصه صراحة. بدي اتشكرك كثير ويسعد صباحك، شكرا كثير لوجودك معنا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا.